الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية النعش في البيت ورؤية النعش في البيت في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله سراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. الله عز وجل، هذا اللقاء عن تفسير رؤية النعش في البيت في المنام. رؤية النعش في البيت في الحلم دليل على الأخلاق الفاسدة للحالم. ترمز رؤية النعش في البيت على خلافات ومشاكل بين الأسرة. المرأة المتزوجة التي ترى نعشا في منزلها إشارة إلى شعورها بعدم الراحة والاستقرار. تشير رؤية النعش في البيت في الحلم إلى تراجع المستوى المادي. الشخص الرائي الذي يرى جنازة بدون بكاء دليل على شعوره بتعب وإرهاق شديد. ترمز رؤية الجنازة في الحلم بدون بكاء إلى التخلص من المصائب والتعب. رؤية الجنازة في المنام تدل على شفاء الشخص المريض والله أعلم. رؤية جنازة الأب الميت بالفعل إشارة إلى المرور بحالة نفسية سيئة. السير وراء الجنازة في المنام إشارة إلى تراجع الأحوال الاجتماعية والمادية للحالم. تشير رؤية المشي وراء الجنازة على الشعور بالاكتئاب والضيق تلك الفترة. ترمز رؤية جنازة الأب الحي في المنام دليل على إصابته بالمرض أو حدوث أمر سيء في عمله والله أعلم. رؤية الجنازة في الحلم تشير إلى فعل الذنوب وارتكاب المعاصي. تشير رؤية البكاء في الجنازة في المنام على فقدان شيء غالي. رؤية المرأة المطلقة الجنازة بدون بكاء في الحلم دليل على الحال على الراحة بعد الانفصال وعدم شعورها بالندم على اتخاذ القرارات. ترمز رؤية الجنازة والكفن على التخلص من الإرهاق والجهد الذي يمر به الحالم والله أعلم. تكفين شخصا عزيز في الحلم دليل على أخبار الشؤم وحدوث أمر سيء. ترمز رؤية تكفين شخصا عزيز على الانتقال لمرحلة جديدة وحياة أفضل. تشير رؤية الكفن في المنام والبكاء على شخص قريب دليل للحصول الحالم على خير وسماع أمور مفرحة والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا. ففي حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر فيه اللي بيقرأها كل يوم ليلا الله سبحانه وتعالى ينجيه من عذاب القبر. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.